بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من حلقات برنامجكم لقمه عيش. كل سنه وانتم طيبين، وعيد اضحى سعيد على مصر كلها وشعبها وناسها واهلها الطيبين الصابرين. عيد اضحى سعيد على الشعب العربي والشعوب العربيه والشعوب الاسلاميه كلها يا رب. ويا رب كده زي اليومين دول نحتفل ونفرح كلنا بتحرير الأقصى الأسير من أيدي اليهود الملاعين، نحتفل ونفرح بتوحيد كلمة العرب. يبقى فعلا نفرح ونحتفل بمصر الجديدة، مصر ويعديها على خير ويكون المواطن في احسن حال، ونبدا زي اليومين دول كده ان شاء الله نجني ثمار، يحس المواطن بثمار الاصلاح، يحس المواطن باللي بيتعمل في البلد، ده ينعكس على حاله وعلى لقمه عيشه. كل سنه وانتم طيبين، وحج مبرور لكل اللي راحوا وزاروا النبي وزاروا البيت الحرام وحجوا بيت الله، بنقول لهم حج مبرور مقبول ان شاء الله. وزميلنا الاستاذ هاني رزق رجع من الحج، ببارك لك على هوا استاذ هاني، وببارك لكل زملائنا اللي ربنا كرمهم ولبوا نداء ربنا، وربنا يكتبها لنا جميعا يا رب ونحج كلنا بيت الله الحرام. كل سنه وانتم طيبين. الرئيس النهاردة الرئيس غادر البحرين متوجها إلى الصين، والصين لمن يعرف أو من لا يعرف، الصين هي المارد الاقتصادي الغول الاقتصادي الذي يبتلع الآن كل من يقف قدامه. الصين هي القوة الاقتصادية الكبرى، هي تنازع الولايات المتحدة الأمريكية قلعة الرأسمالية كبيرة العالم، كبيرة العالم اسما يعني، لكن في حقوق الإنسان وفي هي من يغدر، هي تنازع وتحاول أن تأخذ مكان الولايات المتحدة الأمريكية. الاقتصاد الصيني هو المارد. الصين لا يخفى على أحد أن الصين تغولت في القارة الإفريقية، تغولت وأنا أقصد معنى التغول القوة، وهنا لا أتحدث عن القوة العسكرية، أنا أتحدث عن القوة الاقتصادية. والاقتصاد الآن وفي هذه الآونة وخلال العقود الثلاثة الأخيرة من هذا القرن، الكلمة الأولى التي تحرك الدول وتحرك الشعوب وتحرك القرار السياسي هي المصلحة الاقتصادية. أينما وجدت المصلحة الاقتصادية يوجد القرار السياسي. كان ممكن ده نختلف فيه بقى في الجدل، الاقتصاد أولا أم السياسة؟ طب السياسة أولا أم الاقتصاد؟ أخد قرار سياسي ينصب في إطاره ويدور في فلكه القرارات الاقتصادية والنصائح الاقتصادية، ولا أخد قرار اقتصادي الأول وبناء على القرار الاقتصادي اللي أنا أخدته أشتغل سياسة؟ أنا بتكلم ببساطة كده. لا، دلوقتي الكلمة الأولى للاقتصاد، الكلمة الأولى للقمة العيش، ده على مستوى العالم يا جماعة. فالرئيس، نحن نعلم ان يمكن دي ثالث زياره للرئيس، الاخوه في الاعداد، ثالث زياره للرئيس في الصين ساعه ما تولى الرئيس تقريبا زمام الامور في البلد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده يعكس حرص القياده السياسيه وحرص الدوله المصريه على تقويه علاقتها بشركائها التجاريين وشركائها الاقتصاديين، وان احنا بدانا نتحرر من عقدة
الغرب ان احنا نتحرك شرقا ومصر تتحرك حسب مصالحها الاقتصاديه ومصالحها السياسيه. المفروض يبقى في مصلحه، اينما وجدت المصلحه بنتحرك على حسب مصالحنا الاقتصاديه والسياسيه. اعتقد ان العلاقات مع الصين مستثمر كبير ودخلت في مشروعات كبيره في 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 في, في مصر، ولا استثمارات كبيره في العاصمه الاداريه الجديده، ولا استثمارات كبيره في في مجالات البتروكيماويات ومجالات الكهرباء والبنيه الاساسيه. الصين شريك تجاري واقتصادي مهم وسياسي ايضا مهم جدا، لانها هي زي ما قلت القوه الاقتصاديه في 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 في, في, في العالم. وكمان ان حرص القاده السياسيه وحرص الدوله المصريه على تقويه علاقاتنا الاقتصاديه والتجاريه مع الصين في الفتره الاخيره، ده ادى الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بيننا وبين الصين في الست شهور الاخيره 24%. صحيح احنا يعني بالنسبه لنا احنا الميزان التجاري مش في صالحنا، وفي عجز، لانه الجانب الاكبر احنا وارداتنا اكبر من صادراتنا من الصين بكتير، لكن في تحسن في الميزان التجاري لصالحنا الى حد ما، وده يعكس انه 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 في جديه في التحرك، وان احنا ماشيين صح في هذا الموضوع. واعتقد ان ده تحرك محمود. هيبقى فيه طبعا اكيد كلام عن المشروعات والاستثمارات الصينيه والمشروعات المشتركه والتعاون الاقتصادي والتعاون التجاري بين مصر بين مصر والصين. وطبعا الرئيس كان طلع من البحرين رايح على الصين، يعني الزياره بتاعت الرئيس دي اعتقد زياره مهمه جدا، هيكون لها نتائج اقتصاديه مهمه ونتائج سياسيه ايضا، لان هذا يزعج اعداء الوطن، يزعج اعداء البلد، يزعجهم ان احنا بنتحرك في ال واهتمام الصين. ما انا قلت ان الصين هي قوه تتغولت بشكل كبير ومارق جدا في العلاقات الاقتصاديه. الصين غزت افريقيا وتغولت بشكل كبير جدا، واعتقد وان مصر تنبهت في السنوات الاخيره لاهميه الظهير بتاعها افريقيا واهميه العلاقات الاقتصاديه والتجاريه والاستثماريه في مصر، ويمكن ان تكون افريقيا سوقا رائجه للصادرات المصريه، تكون سوقا للاستثمارات المشتركه، البوابه للبوابه. يعني الصين ادركت ان مصر كمان، الصين عارفه ان دخول افريقيا هيبقى عن طريق مصر، واعتقد كل شركائنا الاقتصاديين يعلمون ان الدخول الى افريقيا بوابته هو عن طريق مصر. عايز تخش افريقيا لازم تخش مصر. اعتقد ان احنا نتنبه لهذه المهمه. المهم نتمنى طبعا يكون في نتائج اقتصاديه مثمره ونتائج تجاريه مثمره وسياسيه ايضا لهذه الزياره المهمه للرئيس عبد الفتاح السيسي في الصين. طيب حدث ثاني مهم طبعا كنا ننتظره على احر من الجمر، وكان الشارع بيتساءل متى تصدر حركة المحافظين. امس صباح امس ادى المحافظون الجدد اليمين الدستورية وحلفوا اليمين امام الرئيس عبد الفتاح السيسي. حركة المحافظين دي مهمة، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وأثناء حلف اليمين وجه المحافظين نحو مكافحة الفساد والاهتمام بالمحليات والبنية الأساسية ولقمة عيش المواطن في المحافظات دي. وأعتقد أن الحركة دي حركة هتبقى حركة مهمة جدا، على صعيد أن احنا عندنا في قانون الإدارة المحلية، قانون جديد للإدارة المحلية اتناقش معظمه في هذا القانون، وكلمنا قبل كده في حلقة قبل كده عن هذا القانون، وإن شاء الله يخش الفصل التشريعي في البرلمان في المرحلة الجاية. المهم حركة المحافظين شهدت يعني حوالي 70% تقريبا أو 75% من المحافظين تم تغييرهم تقريبا يا جماعة 70%. يعني اتغير او اتنقل، يعني حوالي مثلا يبقى اكتر من 75%، اكتر يعني تعتبر هي اكبر حركه في تاريخ المحافظين
التي تمت لم يتبقى إلا 6 من 27 محافظة ما بين باقي أو ما نقول من مكان إلى مكان آخر. كانت أبرز التغييرات في محافظة القاهرة والجيزة والشرقية والمنوفية والدقهلية، حركة المحافظين ولأول مرة، وده يعكس يعكس اتجاها مهما نحو تعضيد الوحدة الوطنية اللي هي أساس البنية الاجتماعية للشعب المصري المتماسك. في اثنين محافظين ولأول مرة اثنين يبقوا محافظين من الإخوة الأقباط، دمياط والدقهلية، وأعتقد ده تحرك محمود جدا جدا جدا، ويصب في صالح تعضيد قوة النسيج الوطني والبنية الوطنية الاجتماعية للمصريين جميعا، الدين لله والوطن للجميع. أنا بقى مسألة الدين هنا الكفاءة، الكفاءة، أنا ببص للكفاءة ومن ينفع البلد ومن ينفع الصالح العام، ومن يبقى عينه على الصالح العام، ومن يبص للبلد ومصلحة البلد، ده معيار، ده اتجاه مهم جدا، ده اتجاه مهم جدا، لأنه إيه؟ لأنه بيقوي الإيد الواحدة دي ما بين المسلمين والأقباط اللي هي بلدهم مصر. دي مهمة جدا، أعتقد ده تحرك مهم، ده محرك، تحرك مظبوط. طيب أنا محافظة دمياط، هذه السيدة محافظة دمياط، الوزيرة محافظة دمياط دي هي كانت نائبة أكتر من 5 سنين في محافظة الجيزة، فعندها خبرة مهمة وحصلت على جائزة اليونسكو، ويعني هي لا في العمل الميداني والعمل العام لها خبرة، ونتمنى إن دمياط تكون على أيديها إن شاء الله، تكون يعني أدامها حلو كده على أهل دمياط، وتحل مشاكل أهل دمياط وترتقي بمحافظة دمياط، وهي من الشباب. وبعدين النواب اللي عينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي معاونين للمحافظين، اعتقد ده برضو اتجاه بيصب فيه ان مصر ولادة، يعني كنا زمان يقول لك اللي هو اللي قاعد هيتنه قاعد واللي راكب زمان، كنا حتى في الصحافة كده اقول لك ايه، مثلا تطلع رئيس التحرير وهو ما بتغيرش، انت تموت وتتغير وتتنقل وتعيا وهو قاعد، لا خلاص. احنا حتى بالمناسبه في الشارع الصحفي يترقب التغييرات الصحفيه، والنهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق اخيرا على قانون الصحافه الجديد، وما هي الا ساعات حسب معلوماتي، خلاص يعني اللائحه التنفيذيه تطلع، التغييرات الصحفيه في المؤسسات الصحفيه وخاصه القوميه، ايه رؤساء مجالس الادارات ورؤساء التحرير في الصحافه او شكت على وشك ساعات ايام، المهم قريبا جدا الشارع الصحفي ينتظر هذه التغييرات. مشاكل الصحفيين ولقمه العيش كثيره جدا، مشاكل المؤسسات الصحفيه، مشاكل المهنه على المحك، المهنه كلها على المحك، مهنه الاعلام والصحفيين على المحك في اطار التحديات التي تواجه الدوله المصرية وتحديات لقمة العيش. طيب احنا عندنا مجموعة من الاخبار السريعة، بس قبل ما اخش بس في الاخبار، معلش الاعداد سامحني، لانه هذه القصة هي القصة التي سيطرت على الشارع المصري، انا بتكلم على الشارع المصري وخاصة الشارع الاقتصادي، بل هي سيطرت على السياسة قبل الاقتصاد والاجتماع قبل الاقتصاد. قصة دخلت كل بيت في مصر، كل بيت في مصر كان بيتكلم عن القصة دي، كله كان بيتكلم يا ترى ايه اللي كان شاغل الناس، يا ترى ايه اللي كان عامل الضجة الكبيرة جدا في البلد الأسبوع اللي فات، من يوم السبت اللي كان شاغل الناس هو الأزمة
التي تفجرت بين وزارة المالية، مش البنك المركزي بس، عشش، عشان الذي تسبب في هذه الأزمة وفجر هذه الأزمة هي وزارة المالية، والمسؤول عنها هنا الدكتور محمد معيط وزير المالية. وأنا لا أتحدث عن كفاءته ولا أتحدث عن شخصي، فهو شخص محترم وشخص خلوق ويشهد له الجميع بالكفاءة، ونتمنى إصلاح المنظومة الضريبية وإصلاح منظومة الموازنة العامة على يديه، وإصلاح عجز الموازنة، ويعني نجاح، نتمنى نجاحا يؤدي إلى تنمية على صعيد السياسات المالية المسؤول عنها الوزير المالية محمد معيد. لكن الأزمة التي تفجرت في الشارع المصري وكادت، وأقسم بالله العظيم، لولا التحرك السريع والتحرك المهني المعترف بروفيشنال تحرك، وأعتقد أن القيادة السياسية، دون أن أفصح عن مصادر معلوماتي، كان لها يد مباشرة وغير مباشرة في إنهاء هذه الأزمة ووأد الفتنة وإطفاء الحريق الذي اشتعل في الشارع الاقتصادي. الناس متشوقة تعرف إيه؟ أعرف إيه؟ الأزمة افتعلتها للمرة الثانية في أقل من شهر، أقل من 20 يوم، 25 يوم، وزارة المالية، ماشي، أزمة بين وزارة المالية والبنك المركزي. شوف أنا عمال أتكلم عن المالية وجبت البنك المركزي، لأن تحركات البنك المركزي في هذه الأزمة كان رد فعل، دفاع مش عن النفس بس يا جماعة، لا، دفاع عن البلد. عندما تحرك محافظ البنك المركزي وفريق البنك المركزي والجهاز المصرفي إذاء هذه الأزمة وإذاء إطفاء الحريق الذي اشتعل في الشارع كله، ما بتكلمش عن الشارع الاقتصادي بس يا جماعة والشارع المصرفي، لا، مصر كلها، كان هيولع في البلد. يا نهار أبيض يا جماعة، انتوا عارفين يعني ايه تدمروا الجهاز المصرفي؟ يعني ايه تدمروا البنوك المصرية؟ وانا جاي، كانت جريدة الأموال التي أشرف برئاسة تحريرها تحت الطبع، احنا عاملين ملف على الشاشة اهو، عاملين ملف كامل، عملنا ملف كامل تناولنا فيه أسرار وأدق تفاصيل هذه الأزمة التي اندلعت بين وزارة المالية والبنك المركزي. هي عندما أطلق عماد سامي، اسمحوا لي شوية أتكلم لأنه الموضوع ده كبير قوي، الموضوع ده سؤال بطرحه، هل الأزمة التي افتعلت بسبب تصريحات، سامحوني بقى، معلش اللي يزعل رزق على الله، طبعا رزقي ورزقكم على الله، واللي يزعل يزعل، تصريحات غير مسؤولة من مسؤول لا علاقة له بالقصة من قريب أو بعيد، تصريحات غير مسؤولة صدرت عن رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي، قال إن فيه تعديلات تشريعية هنعدي المدى في قانون ضرائب الدخل مادة 99 ونوديه البرلمان، هذا التعديل سيسمح ويمنح ويتيح السلطة لوزير المالية للاطلاع واختراق وكشف سرية حسابات عملاء البنوك الجهاز المصرفي. يا نهار اسود، يا ده يا دق، ايه يعني ايه الكلام ده؟ سرية الحسابات في الجهاز المصرفي هي اساس عمل المصارف والبنوك في اي دولة على مستوى العالم، ده هي الضمانة الاولى والاستراتيجية والاساسية في عمل البنوك، الثقة، الثقة اللي بين العميل اللي بيروح يحط فلوسه ودايعه ومدخراته في البنوك، أساسها هي حماية سرية حسابات العملاء. أنت فلوسك ودايعك وحساباتك
مضمونة ومصونة ومحمية، ولا يستطيع بحكم القانون أن يكشف سريتها أو يخترقها. جدار السرية، جدار سرية حديدي فولاذي مصون بحكم القانون اللي نظمه هذا القانون. الضمانة الأساسية بنك مركزي، عندما اندلعت هذه الشرارة قامت الدنيا ولم تقعد، قامت الدنيا ولم تقعد. طب نعمل ايه؟ طيب ده الجهاز المركزي، هل هناك مؤامرة؟ هل هناك؟ يأتي هذا، ده السؤال بقى اللي انا عايز اطرحه هنا، ان احنا عملنا هذا الملف، والجريدة الاموال هي تحت الطبع، وشاركني واشرف بمشاركتهما في هذا الملف اساتذتي واحد اصحاب الفضل علي في المهنة دي، الاستاذ الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ أسامة أيوب، والمحلل الاقتصادي السياسي والكاتب الصحفي الكبير الدكتور محمد فراج ابو النور، شاركوني في هذا الملف. وحصل توارد افكار، انا بتكلم عن ان انا هعمل ملف عن وهكتب عن سريات الحسابات والازمة التي اندلعت بين البنك المركزي والوزارة المالية، واحذر من مخاطر هز الثقة في الجهاز المصرفي والبنوك. يا جماعة الذي حمى، فاتفقنا ان احنا نعمل هذا الملف ونتشارك جميعا. دكتور محمد فراج يكتب تحليل ومقالته في هذا الاطار، استاذ اسامة ايوب، لانه استاذ اسامة ايوب بقاله 3-4 اعداد بيكتب عما جرى وما حدث في ملف الضرائب العقارية، واحنا بنسبة الضرائب العقارية عندنا حلقة النهاردة بعد فقرة الاخبار هنتكلم فيه عن الضرائب العقارية وما جرى في الضرائب العقارية ومنظومة الضرائب بشكل عام. هل نجحت السياسات المالية في إصلاح المنظومة الضريبية بحيث تحمي الدولة وتعدد موارد الدولة من الإيرادات الضريبية، وفي نفس الوقت تعزز الثقة بينها وبين الممول وبين دافعي الضرائب ولا لا؟ ده هيكون محور نقاشنا بعد الفاصل الإخباري وبعد هذه الأزمة. المهم أنا هعود، عملنا هذا الملف وشاركني فيه زي ما قلت لكم الاستاذ اسامه ايوب والدكتور محمد فراج ابو النور. هاتوا لنا بس الملف الثاني يا جماعه على الشاشه كده. لما احمد ثاني رئيس مصلحه الضرائب العامه قال هذا التصريح الغير مسؤول، هذا على عهدتي وفقا لمصادري، يعني باعتباري انا صحفي اقتصادي ودايس شوية في أخبار البنوك في القطاع المصرفي، مش دايس شوية، دايس كتير يعني. انزعج طارق عامر محافظ البنك المركزي، وبالفعل حسب ما علمت أن أجرى اتصالات رفيعة المستوى، ده الكلام عن طارق عامر محافظ البنك المركزي، هو لما يطلع تصريح يولع الدنيا زي كده ويقول لك لا ده وزير، لانه لا يتم الكشف عن سريه حسابات البنوك الا حاله واحده فقط بموجب حكم قضائي يصدر عن جهه قضائيه او النائب العام من له سلطه الكشف عن سريه حساب، اي عميل، النيابه العامه و السلطة القضائية بموجب حكم قضائي في أحد القضايا المعينة، ده التدخل، أو اللي العميل نفسه يقر ويكتب على نفسه إن يسمح للجهة الإدارية إن هي تكشف حسابه، يا إما بموافقة العميل نفسه. وما أعتقدش إن أنا بحط فلوسي عشان أحط عشان في البنوك وأقول لهم أه بصوا عليه ماشي، لكن غير كده ما ينفعش. تجد انت يا عم سامي طب ما تبص للتهرب الضريبي، ده انت قلتها عشان التهرب الضريبي، طب يا راجل ده انت عندك 600 مليار جنيه فاتورة التهرب الضريبي السنوي موجودة، ما تشوف كبار العملاء يا راجل، حرام عليك، ما انت جاي على تحويشة العمر الناس حطها بقى. طب انتوا عارفين ودائع الجهاز المصرفي، الودائع ومدخرات المصريين الغلابة الصغيرين، لأن معظم مدخرات المصريين
ومعظم ودائع البنوك أكثر من 70-75% من الودائع الموجودة وأموال الموجودة في البنوك المصرية في مصر معظمها ودائع للصغيرين، ودائع صغيرة مش ودائع كبيرة للناس اللي هم عامة الشعب دول. تمام؟ هيكل الودائع اللي بيبص على هيكل الودائع كده يلاقي لما يبقى عندنا أربعة قاربة رقم حجم الودائع في الجهاز المصرفي، وهذا على عهدة نائب محافظ البنك المركزي المحترم جمال نجم، استاذ جمال نجم، 4 على 4 تريليون، 4 تريليونات جنيه مصري هي حجم الودائع الموجودة في البنوك المصرية بخلاف الموجود في البنك المركزي. انا ما بتكلمش عن اللي موجود في البنك المركزي، انا بتكلم على كل البنوك المصرية. تصريح عماد بيه سامي اثار ذعر ورعب لدى المودعين ولدى المستثمرين، وألقى بظلال كثيفة وآثار سلبية خطيرة جدا على مناخ الاستثمار في البلد وعلى الثقة في الجهاز المصرفي. يا رجل ده لسه صندوق النقد الدولي أشاد بتجربة الإصلاح المصرفي والإصلاح النقدي، وقال إن البنك المركزي المصري قد نجح في الفترة الأخيرة في إيجاد حالة من الاستقرار النقدي الموجودة، وتحسنت مؤشرات ومعدلات النمو الاقتصادية على مستوى الماكرو بشكل عام بشكل ملحوظ بسبب نجاح البنك المركزي في معركة تحرير سعر صرف الجنيه المصري وإصلاح وقيادة السياسة النقدية. أنا عندي 4.5 مليار 44.5 مليار دولار احتياطي نقد أجنبي. كان كام يا جماعة؟ مش كنا بنتغنى قبل الثورة في 2010 قبل 2011 كنا بنقول احنا عندنا 37 مليار، ولما نزلوا وبقينا نولول ونصوت ونقول لك يا نهار ابيض وصلوا، كانوا وصلوا 13 مليار في 2013 واقل من 13 مليار كان الاحتياطي النقدي الأجنبي. لا دلوقتي احنا عندنا 44.5 مليار. فالسؤال هنا حضرتكم، هل نجاح البنك المركزي ونجاح القائمين على السياسة النقدية في البلد في معركة تحرير سعر الصرف وتحسن المؤشرات السياسة النقدية وتراجع معدلات التضخم الكلية على مستوى سنوي وتراجع العجز في ميزان المدفوعات وتحسن ميزان الميزان التجاري لصالح الصادرات المصرية والصادرات المصرية الواردات بتقلل الصادرات المصريه، وتحسن تحويلات العاملين المصريين في الخارج، واستقرار الاستقرار النقدي الذي حدث، وزياده الثقه في الجهاز المصرفي والبنوك المصريه، ونجاح الجهاز المصرفي في تدشين استراتيجيه الشمول المالي وجذب العملاء وجذب المواطنين المصريين وربطهم بالجهاز المصرفي، هل هذا النجاح أزعج البعض؟ هل أزعجهم الكلام ده؟ طب وانت عشان فشلت في إصلاح المنظومة الضريبية بتاعتك وفشلت تتحصل الضرائب، ده انت عندك جيش جرار من هم على راسي من فوق، ما تشغلهم يا أخي. يعني هي ولا يعني ايه هو ايه اللي بيحصل؟ ما تشغل يعني انت فشلت عندك، رايح بقى للبنوك، ده انت رايح تقضي على ما تبقى. هو صحيح طلع رئيس مصلحة الضرايب بعد أن عنفه لأنه ورط وزير المالية، ما هو المسؤول مشهور الراجل بتاعه رجالته، ما دي رجالتك يا وزير المالية؟ مش دي رجالتك؟ بعد ورطك حطه في ورطة مع محافظ البنك المركزي، محافظ البنك المركزي كان أجرى اتصالات رفيعة المستوى ومهمة جدا مع أطراف مهمة في الدولة، مش عايز أقول أتكلم مين، ما ماشي، وتلقى دعما مهما من القائد رأس القيادة السياسية في البلد
لانه ده لو 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 سكت عندما المباراه يدافع عن الجهاز المصرف. انت ما بتدافعش عن جهاز مصرف البنك المركزي وانا ما بتكلمش بقى عن شخص طارق عامر يعني، انا اتحدث عن شخص طارق عامر يعني الشخصنه، لا انا اتحدث عن الجهاز المصرفي، انا اتحدث عن الملك المصري في الاول والاخر. طارق عامر ما هو محافظ بنك مركزي يقعد عرض يقعد هيمشي ويجي غيره، واللي كان قبله واللي قبله واللي قبله، دي سنه الحياه. انا بدافع عن مصر، انا بدافع عن البلد، انا بدافع عن بلد. طب هو بعد اللي انت عملته يا عم سامي، هل يكفي السؤال هنا، هل يكفي، هل يكفي انك تعتذر؟ نعم. طب واللي حصل، من يدفع الثمن؟ من يدفع فاتوره ما حدث للشارع، لمناخ الاستثمار، للثقه في البنوك التي اهتزت لانه حصل تخوفات وقال لك الناس هتسحب فلوسها بقى، تجري على البنوك تسحب فلوسها والودائع والبتاع والدنيا والدنيا. وانت لو وقعت البنوك والجهاز المصرفي، طب عليه العوض، يبقى عليه العوض في البلد دي، يبقى عليه. انت هو انت فاضل حاجه تانية؟ ده الذي حمى مصر من السقوط في مستنقع الافلاس من ساعه الازمه الماليه العالميه في 2008 الاخيره هو الجهاز المصرفي، الاصلاح المصرفي. والذي حمى مصر من التداعيات السلبيه في الثورتين من ساعه ثوره 2011 هو الجهاز المصرفي. والذي يحمي مصر حتى الان ويعضد الاقتصاد ويعزز لقمه العيش هو الجهاز المصرفي. هو انت لما تقضي على القلب، الجهاز المصرفي الفلوس دي عامله زي القلب، هو يمثل القلب الذي يضخ الشرايين الدم في الشرايين لبقيه الجسم. طب هو القلب لما بيقف ايه اللي بيحصل؟ لما النبض كده يقف، لما يعني بداية عن السميع كده ربنا يشفي الجميع، لما مريض قلب يخش كده ويتعب وقلبه يتعب ويخش ويعملوا رسم قلب ويقعدوه على الجهاز كده بتاع رسم القلب، وتشوف رسم القلب كده بيتحرك والنبضات بتتحرك كده، ويقول لك الحق، جه الاطباء الحق، النبض وقف، المؤشر الاخضر ده. معلش انا بتكلم براحتي يعني عشان اهلي اللي بيسمعوني. يقف، اذا وقف القلب خلاص انتهى. هو لما القلب يقف، ده هو المريض لما الدكتور جه يكشف عن مريض مشكوك في يعني عايزين يعرفوا اذا كان توفى وصعدت روحه ولا لا، بيجي اول حاجه بيعملها الطبيب هو بيكشف، حط السماعه هنا، اذا لقى قلبه وقف يبقى خلاص القلب وقف خلاص. اعتقد انه اعتذار رئيس مصلحه الضرائب، ده الراجل مش اعتذر بس، ده الراجل اعتذر، الراجل قالها صراحه وقالها لوكاله انباء رويترز وقالها للجرايد كلها وطلع بيان وعمل، وفي الاخر بيقول لك ايه، اصلهم فيه مغلط، اصل الاعلام حور الموضوع والصياغه ما جاتش يا راجل اتقي الله بقى يا اخي، يا اخي اتقي يا اخي، ايه اللي بعتك في مكانك بقى يا اخي، يا اخي انت فاشل، انت رئيس مصلحه الضرائب فاشل والله العظيم فاشل. يا عم احنا لو في دوله، احنا في دوله محترمه، واعتقد ان الموضوع ده مش هيعدي، اعتقد بعد ما الرئيس يجي من الصين هيبقى فيه كلام، الموضوع ما انتهاش، النار ما زالت تحت الرماد، ما زالت هناك تخوفات لدى الشارع من ان الحركه بتاعت رئيس مصلحه الضرائب وتصريحاته الغير مسؤوله دي. قال لك ده بالونه اختبار بيجسوا النبض كده. طب انت لو دخلت، لو لعبت في الحته بتاع سريه الحسابات دي عليه العون. هو محافظ البنك المركزي رفض هذا الكلام وقال لك الكلام ده مصون وبقانون ونرفض هذا، وقال الكلام ده غير مسؤول وصدر عن تصريحات غير مسؤوله. المهم انا بحذر بس انه احذر من انه هناك اتجاه الان واعوان الشر، هناك من تلقى هذه الازمه وينفخ في النار لاشعالها مره اخرى، رغم النار اتطفت بس تحت الرماد، النار تحت الرماد، ان الازمه لم تنتهي، لم ينهيها تصريح واعتذار ولا ده، لازم محاسبة، لازم يتحاكم الراجل ده والله العظيم، لازم لابد من مساءلة ومحاكمة رئيس مصلحة الضرائب على هذا، ولازم يطلع رئيس يا باشا، ما ينفعش الكلام ده، لازم لأنه فيه لغط يا جماعة والله العظيم، فيه حالة في الشارع شغالة دلوقتي، وفيه ناس بتعلي في حتة روحوا اسحبوا فلوسكم من البنوك. أستاذ جمال نجم القلب محافظ البنك المركزي، وأنا بتكلم معاه وعملت تصريحات الكلام ده نشرتها، قال لي لا البنك المركزي
يحمي ويضمن سرية الحسابات، يصون أموال المودعين بشكل كامل ويضمنها، وهذه التخوفات لا أساس لها. لكن التخوفات ماشية ماشي، تلقفوها إخواننا البعد وشغالين عليها دلوقتي على الناس، اجروا اسحبوا فلوسكم من البنوك. أنهار اسود ويقول لك يطلع اعتذر ويقول لك الإعلام اللي حور كلامي. ده أنت هنا صراحة يا راجل، يا راجل حرام عليك، يعني يا حرام عليك أنت. لو كده قول أنا مش، قول أنا مش قدها، امشي قدم استقالتك. أتمنى إنه يطلع، لا هذا الكلام، إنه يطلع. والله أنا بتكلم على البلد، أقسم بالله ما بتكلم عن طارق عامر. بص أنا ما بتكلمش عن طارق عامر والبنك المركزي، أنا بتكلم عن البلد. الجهاز المصرفي، البنوك لو وقعت عليه العوض في اللي حصل كله في البلد، عليه العوض. لو دخلت في الحتة دي، لعبت في الحتة دي يا فشلة يا بتاع الضرايب، ما تشوف المتهربين من الضرايب. عندك فاتورة تعرف ضريبي 600 مليار، ما تشوف كبار الممولين بتعمل معهم بيدفعوا ضرايب، ما تشوف اللي بيدفعوا ضرايب، هم يدفعوا ضرايب، ما تشوف ده اللي بيدفع الضرايب، الموظف الغلبان اللي انت بتخصمها منه من المنبع، تعالى اللي انت ماسكه من رقبته، اللي انت شغال عليه، اللي هو صابر ومتحمل النتيجة. لا لازم يطلع، لازم يتعمل، مش بيان، لا لازم يطلع مؤتمر صحفي يشارك فيه رئيس الحكومة دكتور مصطفى مدبولي. أنا بدعو إلى مؤتمر صحفي يطلع فيه الدكتور مصطفى مدبولي، ويطلع الدكتور محمد معيط ومحافظ البنك المركزي، يعلنوا للناس حقيقة ما جرى وبشفافية، وخطة الحكومة المرحلة اللي جاية في تحصيل الضرائب، ويؤكدوا على سدية وضمان الحسابات، لأن هم بيرموا الكرة في ملعب البرلمان. يقول لك في تعديل تشريع جاي كمان والبرلمان له الكلمة. لا البرلمان، هو البرلمان برلمان مصري، برلمان مصر، هو البرلمان هيسمح بده باللي بيحصل ده؟ ما ينفعش. لازم يطلعوا يقولوا لنا يا جماعة الأزمة دي إلى ما انتهت نهائية تماما، يقضوا عليها تماما، ولا بد من المساءلة والمحاسبة لأي مسؤول يطلع يقول أي كلام ويرعل شمعت على الإعلام. ما احنا الحيطة الواطية بقى، ما هي احنا بقينا ملطشة، المسؤول يطلع من دي، احنا الملطشة والحيطة الواطية. اطلع يا باشا لبسها للإعلام، لبسها للإعلام. هو جورنال واحد اللي اتكلم؟ هو مقعد؟ هو حد يا وسيلة إعلامية اتكلمت واحدة؟ ده طوب الأرض اتكلم، ده العالم كله اتكلم عن إن في قانون لسيرة حسابات وهيكشفوا سيرة حسابات. يا راجل بقى كله كده أخطأ في الصياغة. كل الإعلاميين اللي طلعوا كده وكل الوسائل الإعلامية كلها تناولت تصريحاتك يا شريف يا عماد يا سامي، أخطأت في الصياغة وما فهمتش أنت عايز إيه. يا أخي حرام عليك بقى، تقوا ربنا يا جماعة، تقوا ربنا في البلد دي. والله ربنا ما إذا أفلتوا من حساب الدنيا لن يفلتوا من حساب الآخرة. حرام عليكم. الناس مش مستحملة، والله العظيم حرام، أقسم بالله حرام. الناس مش هنا بس يا جماعة، ولولا الأمل في بكرة إن ربنا يصلح حالنا جميعا حد ما يخرج من بيته ويقول لك بشروا ولا تنفروا. احنا بنقول الامل على امل ان ربنا يصلح الحال، بس فيه ناس بقى ايه يا جماعه اللي اختشوا ماتوا. لابد من مساءله ومحاكمه رئيس مصلحه الضرائب، يمشي يسيب مكانه. يا معيط تتكلم، رئيس الوزراء يتكلم، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. طب انا هطلع فاصل وارجع اكمل معاكم باقي اخبار البنوك ولقمه العيش. من جديد اهلا بكم اعزائي المشاهدين، عوده الى اخبار لقمه العيش، وانا ما زلنا نتحدث عن يبدو ان اخبار البنوك التي سيطرت على الحالة الاقتصادية وعلى الشارع الاقتصادي في الأسبوع الماضي، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة لسه كل الناس بتتكلم 21.1% اللي تسجل 26.5 مليار جنيه. الله ما شاء الله، 26.5 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل 21.9 دولار خلال السنة المالية السابقة، بارتفاع 4.6 مليار دولار. ده عشان الثقة يا جماعة في الجهاز المصرفي، لأن التحويلات العاملين المصريين في الخارج بتتم عبر الجهاز المصرفي. تمام، هي الفلوس ده تخش منين؟ اللي جاية دي تخش منين؟ تخش في الجهاز المصرفي. طب لو ما فيش ثقة في الجهاز المصرفي،
عليه السلام. لم البنك المركزي اكد ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفتره من يونيو الى ابريل خلال العام اللي فات اللي قبله خلال ابريل الى 16.1 تسجل 7 مليارات دولار مقابل 6 مليارات دولار خلال الفتره من العام المالي السابق. ما زلنا نتحدث مع اخبار البنوك، حيث وجه المصرفي الكبير فتحي السباعي رئيس مجلس اداره بنك الاسكان والتعمير التهنئه لطلاب الثانويه العامه المتفوقين، واوضح ان رعايه البنك للطلاب ياتي في اطار دوره تجاه المسؤوليه المجتمعيه. اضاف فتحي السباعي خلال حفل تكريم اوائل الثانويه العامه والدبلومات الفنيه دفعات 2017 و2018 اللي تم تنظيمه بالتعاون مع بنك الاسكان والتعمير، ان رعايه البنك بدات لهذا الموضوع هذا الملف من 2014، واوضح ان كل طالب بيحظى الحصول على دعم مالي 1000 جنيه شرط حصوله على تقدير جيد جدا وامتياز في الجامعه، وده قلنا باب المسؤوليه المجتمعيه للقطاع المالي والبنوك في رعايه الدوله وتجاه الدوله، دي جزء من المسؤوليه المجتمعيه اللي بتقوم بيها البنوك وبنك الاسكان والتعمير. واوضح ان هناك 34 طالبا تم رعايتهم خلال الثلاث سنوات الماضيه ضمن اوائل الثانويه العام. لافتا لان البنك يسلم الطلاب جهاز لابتوب واضافه الى تكريم اوائل شهادات الاعداديه. الحفل ده شهده الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانويه العامه، وهشام التعليم والتعليم الفني. كشف رئيس بنك التنميه والائتمان الزراعي اللي هو رئيس البنك الزراعي دلوقتي كشف نائب رئيس البنك الزراعي المصري تامر جمعه عن ان البنك بيدرس حاليا تحويل مديون بنك الزراعي عند وزاره الماليه. الفلوس دي راجعه من التسويات اللي كانت بتتم للدوله لتسويات المتعثرين للبنك الزراعي من ايام حسني مبارك، فبقى حوالي 2.5 مليار جنيه مديونيات عند وزارة المالية مستحقة للبنك الزراعي. نائب رئيس البنك قال ان البنك بيدرس تحويل هذه المديونية الى اذون خزانة او سندات ضمن مقترحات لتسوية هذه المديونية المتأخرة، واشار ان مستحقات البنك لدى الوزارة وصلت 4 مليار مش 3 زي ما انا قلت 4 مليار جنيه بالاضافة ل 3 مليار جنيه فوائد، يعني 4 و 3 يعني البنك الزراعي لديه 7 مليار مستحقات لدى وزارة المالية 7 مليار جنيه، اعتقد رقم مهم جدا لو اتحصل وجيه واتحط في ميزانية البنك واتحط على فلوس البنك واستثمر يرفع جامد مع البنك ده. البنك ده طالع، البنك الزراعي طالع وفي خطة لتطويره واستراتيجية لتطويره من ساعة ما تم تحويله واخضاعه لرقابة وحظيرة البنك المركزي وتعديل قانونه بما لا يسمح بالتدخل السياسي في شؤون عمل البنك. البنك ده كان يعني كان العزبة الخلفية كده لوزارة الزراعة يعني، والحزب الوطني قبل كده والكلام ده كله، دلوقتي بقى تبع البنك المركزي، فالولاية للبنك المركزي، الولاية هنا البنك المركزي مش لنائب لحد كده يعني. المهم فهو بنك طالع وربنا يوفقهم ان شاء الله، والبنك بيدرس رفع عائد عده بدلات بدائل لوزاره الماليه سداد مستحقات البنك الزراعي، انه في مفاوضات جاده بين البنك الزراعي ووزاره الماليه للوفاء بهذه المستحقات لانها تفرق كتير جدا في تطوير هذا البنك. من البنك الزراعي الى بنك القاهره، حيث قال رئيس بنك القاهره، الخبر ده مهم يا جماعه جدا، طارق فايد. طارق فايد كان وكيل محافظ البنك المركزي ومسك بنك القاهره من شهر 1 اللي فات، تمام، رئيس مجلس اداره بنك القاهره. قال طارق فايد رئيس مجلس اداره بنك القاهره ان البنك يعمل حاليا على هيكله شامله من اجل تجهيز البنك للطرح في البورصه، وكان فيه كلام داير انه هيطرحوا 20% من اسهم هذا البنك طرح عام في البورصه المصريه في اطار برنامج الخصخصه اللي بتنفذه الحكومه دلوقتي في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي عرضته مصر على صندوق النقد والبنك الدولي. هيطرحوا اسهم عده شركات وبنوك في البورصه وبيع للمستثمر الرئيسي. بنك القاهره واحد البنوك المطروحه لطرح جزء منه لطرح عام في البورصه
المصرية 20% تقريبا من البورصة المصرية. وقال ان واشار ان البنك لم يحزم حتى الان موعد الطرح. موعد الطرح كانوا كمان يتكلموا لك السنة الاول السنة لا نص السنة لا اخر السنة، موعد الطرح اتأجل. لكن حتى الان على مسؤولية وعهد طارق فايد رئيس البنك القاهرة انه لم يتم حتى الان لا تحديد النسبة ولا تحديد موعد الطرح. والكلام ده يأتي على أرضية إن كان محافظ البنك المركزي طارق عامر أعلن في إبريل اللي فات في أحد تصريحاته عن إنه طرح بنك القاهرة في البورصة سيكون في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، نهاية السنة دي أو بداية السنة الجاية. ده كان ده كلام. طيب من بنك القاهرة إلى بنك اسكندرية، إحنا بنقول وفي بنوك هتتباع لمستثمر رئيسي زي بنك المصرف المتحد، والبنك عامل شغل كويس جدا، انا شخصيا مستخسره في البيع والله حرام يعني. المهم يعني في اطار الخصخصه، احنا مصر خاضت تجربه الخصخصه من بدايه التسعينات من ايام الدكتور عاطف صدر الله يرحمه، وتجربه الخصخصه مرت بما لها وما عليها، وربما كان عليها اكثر مما لها بدليل الوضع الاقتصادي اللي احنا والازمات الاقتصاديه والمشكله الاقتصاديه المزمنه اللي احنا بنحل فيها لحد وقتنا هذا. الخصخصه جيده في حد ذاتها، هي اسلوب جيد في الاداره وتحسين الموارد والحفاظ على وتنميه الاستثمار والكلام ده كله يعني ماشي. بس هي القضيه في الاداره، من يدير؟ انت هتبيع ايه؟ هتخصص اسلوب الخصخصه ازاي؟ مين اللي هيشتري منك؟ مين اللي هيشتري منك؟ وخطة التطوير بعد الخصخصة، هل هيتم الحفاظ على حقوق العمالة بتاعتك؟ يتم على حفاظ مقدرات هذه الشركة وهذا الكيان اللي انت هتخصخصه، ويصب في الآخر في صالح الاقتصاد القومي في البلد؟ أسئلة كتيرة بتحتاج إجابة، وخصوصا ان ده يعني الموجة الثانية من برنامج الخصخصة. الموجة الأولى زي ما قلنا كانت في التسعينات. طيب فاكرين بنك اسكندرية اللي أصبح اسمه بنك اسكندرية سان باولو، في إشارة إلى الشريك أو المشتري الإيطالي، البنك سان باولو الإيطالي اللي اشترى بنك الاسكندرية، ويمكن مصر لها حصة تقريبا 10% صح على الإعداد كده، أو من 5-10% تقريبا حصة مصر في هذا البنك، والباقي لبنك اسكندرية عشان اسمه بنك اسكندرية سان باولو. البنك ده لما اتباع، البنك ده لما اتباع كان في حرص من الدولة المصرية على تأمين حقوق العمالة والموظفين والعاملين في هذا البنك. أنا مش هبيع واجي تاني يوم الصبح اسرح الموظفين والعمال او ما ادهمش حقوق. ده يمكن حصل في بعض شركات الخصخصه الكلام ده، لكن يمكن البنوك عشان فيه رقابه حصيفه ورشيده من البنك المركزي، والبنك المركزي ومن البنوك صناعه المال هي صناعه الخطر ومهمه جدا، فاجراءات التحوط والاجراءات الاحترازيه اللي يجب ان تاخدها الدوله فيما يتعلق بالخصخصه في القطاع المالي والقطاع المصرفي يجب أن تكون أكثر رشدا وأكثر حصافة وأكثر حماية للمال العام ولحقوق العمالة اللي عملت البنك ده. ما اللي عمل بنك اسكندرية هم بتوع، هم الموظفين اللي عمل بنك اسكندرية. طيب بتوع بنك اسكندرية من 2016 ما خدوش مستحقاتهم، معاشهم في صندوق العاملين في البنك، قوم يصرفوا حقوقهم في الصندوق ده بتوع إيطاليا اخواننا الايطاليين او اداره البنك قال لك ما بخ ما فيش صندوق ما فيش حاجه. وطب اللي قبل 2016 صرفوا؟ قبل 2016 صرفوا. طب انتوا مش ما صرفتوش ليه؟ طب رحتوا فين؟ قال لك رحنا البنك المركزي ورحنا الرقابه على البنوك ورحنا الرئيس الوزراء ورحنا بتاع، ولا حياه لمن تنادي. دي تجربه الخصخصه. طب انا عايز اسمع بقى من احد ضحايا إدارة بنك اسكندرية في حقوق العمال في بنك اسكندرية اللي تم بيعه، نسمع منه. معايا الأستاذ عادل حسن أحد الخارجين على المعاش واللي بيطلبوا حقهم في بنك اسكندرية. أهلا بيك يا أستاذ عادل.
اهلا بحضرتك عادل محمد حسن. ايوه. خرجت في اكتوبر 2016. اكتوبر 2016. خرجت على منصب ايه يا استاذ عادل؟ نائب مدير اداره في بنك اسكندريه. في بنك اسكندريه متعين في 8/7/78. طيب ايه المشكله بالظبط؟ قول لي انت عملت ايه؟ طيب عشان انا بضم صوتي بصوتك ومشكلتك اتمنى يكون محافظ سامعني. محافظ لكن مكان ترى عامل سامعني. انا مع حضرتك. المشكله في حد ذاتها ماشي. المشكله في حد ذاتها ان الصندوق ده كان قائم من السبعينات من اول ما تعيننا، وكانوا بيخصموا مننا من المرتب باقساط بتحصل لصالح حساب الصندوق. تمام. وكل زميل كان بيخرج بياخد الميزه بتاعته على الستين. لغايه ابريل 2016 صرفوا الزملاء اللي خرجوا المبلغ دوت، واخد بال حضرتك؟ الميزه كامله. تمام. لما خرجوا على ابريل 2016 من مايو 2016 لغايه النهارده قالوا ان مفيش فلوس. طب الفلوس اللي اتصرفت دي او اللي كانت بتتاخد مننا دي فلوسكم؟ دي فلوسكم انتوا؟ فلوسكم؟ فلوسنا احنا اللي احنا دافعينها. فلوسنا وفلوس. ايوه الله الله بارك الله فيك. وبعدين البنك نزل اعلان معاش مبكر والتزم فيه ان عند بلوغ ال 60 هيدفع الميزه كامله للي يتم ال 60. تمام. 2016 نزل معاش مبكر للزملاء. وفي معاشات نزلت مسبقا قبل كده زملاء خدوا مبلغ كامل بدون ما يتموا ال 60. مين المسؤول عن كده؟ مين المسؤول عن الصرف ليهم؟ واخد بال حضرتك؟ طب ليه ما لجأتوش البنك المركزي؟ انت رحت البنك المركزي زي ما انا قلت؟ رحنا البنك المركزي وانا تواصلت مع الاستاذ عادل الصملوطي المسؤول عن الرقابه على البنوك، واخد بال حضرتك؟ اكثر من مره بكلمه وبيقول لي احنا بنضغط على بنك اسكندريه. طب نتيجه الضغط دي ايه؟ هتستمر قد ايه؟ احنا من اكثر من 7-8 شهور في المشكله دي، في التشويش، في الشكاوي اللي احنا بنبعتها، ومجلس الوزراء عنده علم. البنك المركزي قال فعلا البنك مجلس الوزراء بعت لنا، واخد بال حضرتك؟ احنا مش عارفين دلوقتي اداره البنك متعنته ومش عايزه تصرف فلوسنا ليه؟ وبعدين كان عقد البيع ونص على عقد البيع نص على الحفاظ على مزايا العاملين. تمام. حمايه اللي هو العاملين عمل في 10/2006. ليه بيتنصلوا منه؟ عموما رسالتك وصلت يا استاذ عادل. انا بضم صوتي لصوتك وصوت الموظفين اخواتنا ضحايا. انا بحذر خصخصه بنك اسكندريه دي كانت النتيجه. وبطالب وبطلب من محافظ البنك المركزي، ما يرضكش الكلام ده بقى استاذ طارق، ما يرضكش الكلام ده. ده احنا لسه بنقول هنطرح بنوك للبيع بشكل كامل، وهنطرح جزء من البنوك في البورصه، يعني في خصخصه جايه. طب اذا كان بنك اسكندريه اللي تم خصخصته حصل فيه كده، لا لازم نضغط. لا انت الرقيب استاذ طارق، بنك مركزي انت الرقيب على البنوك المصري، لديك من الوسائل الرقابيه ما تستطيع ان تحصل وتوفي بحقوق العاملين وتحمي حقوق العاملين، واعتقد انك لن تتوانى في هذا الموضوع. وانا بضم صوتي لصوتك وبطالب البنك المركزي والمحافظ طارق عامر والاستاذ جمال نجمي والاستاذه لبنى هلال نائبي المحافظ بالتحرك لحمايه حقوق العاملين في بنك اسكندريه. حرام يعني، من 2016 الناس ما شرفوش معاشهم. ده اللي بيبقى مستني الصندوق ده يطلع له بقرشين، هيجوز بنت، هيجوز واد، هيبني له حته، هياخد شقه العيل، هيعمل حاجه، هيروح يحج، عليه ديون يسددها، مستني القرشين اللي طالعين. يقول لك بخ، ما فيش فلوس، ما فيش صندوق. ربنا يستر. طيب احنا كنا عملنا قبل ما نطلع فاصل يا جماعه عشان نرجع تاني نتكلم عن الضرايب وما ادراكم ما الضرايب. كنا عملنا حلقتين ورا بعض عن مشكله مياه الري التي يعاني منها اهالينا الفلاحين على مستوى مصر. 52 مليون فلاح الموجودين في مصر اللي بيشكوا منها مر الشكوى. وفي الحلقه الثانيه جانا هنا الدكتور عبد اللطيف خالد وكيل وزاره الري، الاول وزاره الري، المسؤول عن ملف الري في الوزاره كلها. والراجل رد على كل الشكاوى وفتحنا هوا للناس، الناس اللي عندهم شكاوى للناس بتاعت المشاكل دي. طيب
جمع اتصال من الحاج نسيم في الحاج نسيم كانت معايا في من كفر الشيخ واتصل ووجه كلامه لمسؤول وزارة الري. مسؤول وزارة الري قال له ايوه انا عارف الترعة دي اللي هيتم تطهيرها ووعد ووعد بحلها وقال له انا عارفها اسمها ترعة السخاوي. ها ترعة السخاوي الشرقي في كفر الشيخ والحاج نسيم طالب بتطهيرها وتعهد هنا وكيل وزارة الري المسؤول عن هذا الملف بحل المشكلة فورا وتطهير. ما حدش سأل فيهم لحد دلوقتي يا دكتور عبد اللطيف يا معالي الدكتور محمد عبعاطي وزير الري ما حدش سأل في الناس والناس قالت لك يا عم ده كلام إعلام ده كلام جرايد ولا وكلام الحكومة. طب هو ده مسؤول بالحكومة قال لك هعمل وتاني يوم هبعت وهبعت ناس تعمل وبتاع ولا حد سأل فيهم لحد وقتنا هذا. الموضوع بتاع الرأي ده بقاله أكتر من شهر بقاله أكتر من شهر الكلام ده ما حدش سأل في الناس لا أزالوا التعديات ولا حاجة. الحاج نسيم طردني بالتليفونات وكل يومين يكلمني ما حدش جالنا يا ريس ما حدش جالنا يا أستاذ ماجد أنت قلت في البرنامج بتاعك. أنا بضم الصوت لصوته وبطالب وزارة الري أن تهتم بمشاكل الفلاحين مشاكل أهلينا ومشاكل الري والموضوع ده في رقبتك يا دكتور عبد اللطيف. ترعة السخاوي شرقي في كفر الشيخ هنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن منظومة الضرائب في مصر والضرائب هي التي تمول الميزانية الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة للدولة اللي هي الموازنة التريليونية ها اللي بيمولها 70-80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة جاية من الضرائب. هل نجحت الإدارة الضريبية في إدارة المنظومة الضريبية المسؤولين عن الضرائب؟ طيب ما الذي جرى ويجري والولعة اللي قايدة في الشارع بسبب الضريبة العقارية والضريبة العقارية وما جرى فيها ما لها وما عليها وهل يصب في صالح الاستثمار هذا وفي صالح المواطن أم أن ما يحدث من تخبط حكومي في إدارة هذا الملف ملف الضرائب يكشف عن عجز وقصور وفشل في إصلاح المنظومة الضريبية وإصلاح الحال. ربنا يصلح الحال. نطلع فاصل ونرجع نكلمكم عن الضرائب والضرائب العقارية. ما تروحوش في حتة خليكم معانا.